عام جديد إن شاء الله على الشعب العراقي كافة. أمنيتي بالحياة بأن يكون في مدينة الموصل ملاعب رياضية، لأن إحنا نفتقد الملاعب الرياضية. هسه في البصرة نفس المحافظة، أكبر محافظة بالعراق بها إحنا الموصل، إحنا بالبصرة بها 5-6 ملاعب، وإحنا لحد الآن ملعب واحد ما عندنا. وهي متى تتحملها؟ الحكومة المحلية، الحكومة المحلية هي اللي أراضي للأندية حتى تعمل ملاعب ويصير المدينة برياضة وتنجح الرياضة في الموصل. لكن أمنيتي بالحياة رياضة، والتمني يروح ودر يعني، ماكو إنشاء. وإن شاء الله يلتفتون الحكومة المحلية على الأندية حتى يعملون ملاعب في مدينة الموصل وتزدهر الرياضة في المدينة. طبعا بالبداية نرحب بقناة الموصلية الفضائية السباقة دائما بمواكبة الأحداث اللي تجري داخل مدينة الموصل. وثانيا أمنيتنا بالعام الجديد إن شاء الله يعمل يظل الأمن والأمان بمدينتنا الحبيبة الموصل وبالعراق بصورة عامة. والله أمنيتنا إحنا كأصحاب هاي المهنة، مهنة الخياطة وبيع الملابس الجاهزة، إنه ترجع المعامل مثل ما كانت قبل، لأن المستورد جاي يكلفنا أكثر من طاقتنا، وارتفاع الدولار بالمدينة مأثر بشكل مو طبيعي على حركة البيع والشراء. أمنية ينزلون الورق الدولار، لأن الحياة كلها وقفت بصعود الورق. يعني تشوف العالم كله تعبانة، دحك حركة العمل حيل تعبانة، ماكو دعم للمواطن يزيدون رواتب شوية المتقاعدين. زين فالعالم فترة بقى عايشة على الرواتب، فترة العمل راح يصير كله بس وقت التوزيع الراتب، أول يومين ثلاث أيام بس بتوزيع الراتب عسير حركة العمل، من بعده ماكو شغل. يرجع 120-125 بس كتجلوا عيصعدون بعد بي، والتعامل كله بالدولار. زين وقفوا الحياة بصعود الدولار. والله الدوائر والمستشفيات تعمر والمدارس وشغلات البلد شوية رادلوا بعد تعمير على شغلات أشغال عمار معامل يد العاملة شغلات كثير شغلات بعد يعني يراد. والله بالموصل والله اني رجال عامل، يعني لا عندي رعايه لا عندي كذا لا عندي شغلات وشغل ماكو. يعني انت تعرف يعني تروح الصبح تجي العصر كل شيء ماكو. يعني انتك يصلك راتب رعايه؟ اي والله. نشوف الحكومه شلون، يعني سيد رئيس الوزراء السوداني فاش يقول ما نعرف احنا، انه قال رعايه قال زياده رواتب قال كذا، ان شاء الله تتحقق.